في خضم النزاعات والحروب التي تشهدها المنطقة، مات من مات ونجا من نجا وبقي البعض بين بين. مئات الآلاف من المصابين في سوريا والعراق واليمن، عدد كبير منهم أصيب بإعاقة دائمة، بعضهم فقد طرفا من أطرافه أو أحد أعضاء جسده. ليس هناك حرمة للروح، للحياة، فهل سيحتم أحد بإصابات؟ هؤلاء نجوا من الموت إلا قليلا. باسل ابن العشر سنوات أحد هؤلاء. باسل لم يكن يحمل سلاحا ولا هدد أحد. باسل كان يلهو مع اثنين من رفاقه بجانب منزل أسرته بدرعة، دفعهم فضول الأطفال لتفحص جسم غريب، لكن الجسم الغريب لم يكن إلا قذيفة لم تنفجر على ما يبدو عند سقوطها وقررت الانفجار. مات صبي، أصيب آخران، أحدهما فقد ساقيه وعينه اليمنى وكفه الأيسر. باسل ابن العشر سنوات حكاية مأساوية أخرى عن حرب مفتوحة لا تعترف بضوابط، حرب لا تهتم بباسل ولا لغيره.